موجوده موجوده. عمان الشرقيه خدمتها غير عن عمان الغربيه، عمان الغربيه افضل. ليش ما بعرف. في كثير مثل الوحدات، جبل النصر، من خدمه شوارع، نظافه، زفته، اهتمام بعمان الغربيه اكثر من عمان الشرقيه. لا ابدا، انا شايف حين نزلت على البلد انا عمان الغربيه لا كل شيء تمام، والخدمات ممتازه والشوارع نظيفه وما شاء الله كله جديد بجديد. انا شايف انه نفس الشيء، ما اختلفنا بالخدمات. اكيد، لانه عمان الغربيه كلها الساكنه فيها كلها ناس كبار بالبلد، ثقاله مش زي هون. هون احنا مظلومين، عمان الشرقيه كلها مظلومين. لا افتكر انه كله متساوي، يعني نفس خدمات عمان نفس عمان الغربيه، ما في فرق. لا عمان الغربيه غير عن عمان الشرقيه بكثير. يعني انا اشتغلت هناك حفيات صرف صحي او مياه، فلما نقطع الشوارع هناك يعني ثاني يوم لازم تتزفت الصرف الصحي او المي. عندنا عمان الشرقيه بحفر الحفره بظلها ممكن شهر بيسالوش عنها في كثير شغلات. عندك المي هناك بيجي اسبوع كامل، هي دائما بتيجي هناك عندنا بتقطع كثير. شوف في شوارع عمان الشرقيه بتختلف على مجرد الحاويات في الشوارع. شوف في عمان الشرقيه كيف، الغربيه كيف، المطبات من جميعه. لا العداله موجوده، ولكن كل منطقه لها ظروفها الخاصه، عرفتي؟ يعني وسط البلد لها ظروفها الخاصه، عبدون مثلا له ظروفه الخاصه، السويفيه لها ظروفها الخاصه، يعني كل منطقه لها شيء. يعني اما العداله موجوده في جميع المواقع في الاردن. انه في اهتمام، بتكون احيانا بتحس انه عمان الغربيه في اهتمام اكثر من عمان الشرقيه، من ناحيه النظافه، من ناحيه حتى السكان، حتى يعني الاشخاص انفسهم لما يكونوا بعمان الغربيه بتكون تصرفاتهم غير لما يكونوا في عمان الشرقيه. يمكن هيك تعودوا، يمكن ما بعرف كيف.